مصر في خريطة تكنولوجيا الاتصال وآخر التطورات الخاصة بها. هذه المفردات ترجمت إلى خطوات تنفيذية، ولكن يبقى السؤال: كيف تحققت هذه الخطوات وكيف سيتحقق منها في الواقع القريب؟ دعونا نتعرف على الإجابة مع معالي الوزير ياسر القاضي، وزير الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، ودعونا نرحب به. سيادة الوزير، تحية حضرتك. أهلا وسهلا فندم. بداية، كثيرا ما نسمع عن الحكومة الإلكترونية، إلى أين وصلت مصر لهذه الحكومة، خاصة مع استقبال حضرتك وافتتاح مراكز تكنولوجية كثيرة في حي الأسمرات وفي مناطق أخرى؟ خليني أقول لحضرتك أن التعريف الخاص بالحكومة الإلكترونية هو أصبح تعريف قديم شوية. النهاردة العالم كله بيتحدث عن الحكومات الذكية، والحكومات الذكية هي بتعتمد بشكل أساسي على تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات في التواصل لتقديم الخدمات للمواطنين. حقيقة في هناك دول كثيرة تقدمت وكانت يمكن مشيت خطوات كبيرة في تجاه الحكومة الذكية. احنا عندنا في مصر كنا عشان خاطر نبدأ نحصل هذه الخطوات، بدأنا الحقيقة بمجموعة من الخطوات المهمة جدا لبناء البنية الأساسية للحصول وللوصول للحكومة الذكية. واحدة من هذه الخطوات المهمة هي تقديم كيفية تقديم الخدمات للمواطنين، سواء عن طريق الخدمات الإلكترونية أو الخدمات زي ما حضراتكم شفتم النهاردة مثلا في الافتتاح الخاص بمركز المركز التكنولوجي لخدمات المواطنين في الأسمرات. عشان خاطر نقدم هذه الخدمات، أولا الخدمات الإلكترونية أو الخدمات الخاصة بالتكنولوجيا المعلومات، لازم يكون عندنا الأسس الخاصة بالقواعد البيانات والتواصل ما بين الجهات والهيئات لتقديم هذه الخدمات، زي الخدمات مثلا بتاعت شهادة الميلاد، كيفية استخراج شهادة الميلاد. هل يجب على المواطن أنه هو لازم يروح لمكتب من مكاتب الصحة عشان يستخرج شهادة ميلاد لأولاده ولا لا؟ الحقيقة ممكن أنه هو يستخرج شهادة الميلاد إلكترونيا، ممكن عن طريق الإنترنت يدخل ويقدم على شهادة الميلاد لأولاده، وشهادة الميلاد تجيله عن طريق البريد مثلا. البريد، فهو قاعد في بيته، بتجيله بتتقدم له الخدمة بشكل جيد جدا، وبيحصل على هذه الخدمة وهو قاعد في بيته. طب ايه الفايدة من الحكومات الذكية والحكومات الإلكترونية؟ يعني يمكن ديت بس يعني مثال واحد. الفائدة انها ليها مردود اقتصادي كبير. اولا مردود من ناحية تقديم الخدمات للمواطنين وفصل مقدم الخدمة عن متلقي الخدمة. عندما يكون هناك تلاحم ما بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة بتظهر بعض علامات ما يسمى بعلامات الفساد الإداري. هناك مواطن عايز يحصل على هذه الخدمة بأسرع من مواطن آخر، فبيضطر ان هو يبدي رغبته في ان هو يقدم هدية او خلافه لمقدم الخدمة عشان خاطر يديله الخدمة دي اسرع بكثير من حد غيره. فاحنا في الحكومات الذكية احنا بنقلل او من التلاحم ما بين المواطن اللي هو متلقي الخدمة ومقدم الخدمة، فدي ليها مردود وعائد على المجتمع كبير جدا. العائد التاني العائد الاقتصادي، عشان خاطر المواطن ده يروح من مكان عمله أو من بيته لغاية المكان اللي هتؤدى فيه الخدمة، يبقى هيركب أولا في وقت هيضيع عشان خاطر يروح من مكان لمكان. الوقت ده لو وقت عمل، فوقت العمل ده وقت يساوي مبلغ من المال، يساوي فلوس. صحيح. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، إن هو ينتقل من مكان لمكان آخر بوسيلة مواصلات عشان خاطر ياخد الخدمة دي. وسيلة المواصلات دي هتمثل بالنسبة للطرق إهلاك لهذه الطرق، لأن كذا واحد بيروحوا عشان خاطر ياخدوا الخدمة دي. نمرة ثلاثة، إن وسيلة المواصلات دي بتستخدم الوقود، وهذا الوقود وقود مدعم، فهذا الوقود فيه هالك. نمرة أربعة،
ان هذه وسائل المواصلات كمان بتطلع نوع من انواع الانبعاثات. الانبعاثات دي انبعاثات قد تؤدي الى بولوشن او الى يعني حاجه تلوث. تلوث. هذا التلوث ممكن هو يصيب الناس بامراض فيكلف الدوله مصروف اخر اللي هو العلاج. الحقيقه المنظومه دي يمكن انا يعني ذكرتها بشكل مرتبط متتالي. ببعضه. ليه؟ ليه؟ لان الحكومه الذكيه ليست رفاهيه، وانما هي تقديم خدمات مهمه للمواطنين بشكل ايسر، ولها مردود اقتصادي. هذا المردود هو مردود اقتصادي عالي جدا. دعنا نتحدث عن هذا المردود. حضرتك اشرت الى نقطه في غايه الاهميه، المردود الاقتصادي. قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كثيرا ما يعول عليه تحقيق بعض الخطوات التنفيذيه والايجابيه للعائد الاقتصادي المصري، خاصه وانت تعلم جيدا سعاده الوزير ان الاقتصاد المصري يمر كثيرا بتحديات في هذا التوقيت. اذا ما الخطوات التنفيذيه لجذب الاستثمارات الخاصه بوزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق بعض الايجابيات الخاصه بالمردود الاقتصادي اللي حضرتك اشرت عليه دلوقتي؟ السؤال ده سؤال مهم جدا، لان يعني قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات احد القطاعات المهمه التي تمثل قاطره من قاطرات التنميه، واحده من القاطرات الخاصه بالتنميه والعوائد الاقتصاديه على الدوله. الحقيقه احنا بنشتغل على اكثر من محور في وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. اول محور هو محور الاتصالات، ويمكن حضراتكم طبعا يعني كنتم سمعتم وشاهدتم ما حدث في الرخص الخاصه بالجيل الرابع وعوائدها الاقتصاديه. الحقيقه العوائد الاقتصاديه بتاعت رخص الجيل الرابع دي عوائد كبيره جدا. العوائد في عوائد مباشره اللي هي الفلوس اللي اتحولت، احنا بنتكلم عن 1.1 مليار دولار زائد 10 مليار جنيه مصري تم تحويلهم من الخارج. ده فورين دايركت فورين انفستمنت اور فورين دايركت انفستمنت، ده استثمار اجنبي حر. يعني كل العوائد الدولاريه تم ضخها من القطاعات المصرفيه بشكل مباشر خارج مصر، من خارج مصر الى القطاع المصرفي المصري. والحقيقه دي يمكن كانت من الخطوات المهمه جدا جدا. لكن بتقديم خدمات الجيل الرابع كمان لها مردود اقتصادي واجتماعي كبير. اولا خدمات هي خدمات مهمه جدا حرم منها المواطن المصري والمستخدم المصري لاكثر من 6 سنوات. يعني احنا كنا متاخرين جدا في دخول التكنولوجيا الجيل الرابع. بمجرد اطلاق الجيل الرابع بعد الاختبارات، الجيل الرابع ده هيمثل كثيرا من التطبيقات. هذه التطبيقات زي ما قلت لحضرتك كده على الحكومه الذكيه، ازاي يبقى عندنا حاجه اسمها التلي ميديسن، او ازاي الكشوفات الطبيه عن بعد، علشان خاطر بتحتاج ايه؟ بتحتاج لسرعات عاليه. احنا بنتكلم في الجيل الرابع على سرعات تصل ل 20 و30 ميجا في هذه السرعات. النهارده السرعات اللي حضرتك شايفاها في الانترنت وفي الفيديوز وخلافه يعني يمكن 2 ميجا 3 ميجا بالكثير قوي، احنا بنتكلم عن 20 30 ميجا. فبنتكلم عن سرعات ممكن ان احنا يبقى ليها مردود اقتصادي ومردود اجتماعي. صحيح. زي الجزء بتاع زي ما قلت التلي ميديسن. عندنا كمان اجزاء مهمه زي الاديوكيشن البرود باند في التعليم، ازاي التعليم عن بعد، ازاي نقدر نعمل بعض البرامج. هذه البرامج لها تاثير في التعليم وفي الصحه وفي خلافه. الحقيقه الموضوع دي المواضيع دي ده محور احد المحاور المهمه جدا في جذب الاستثمارات. فاحنا الحقيقه عملنا استثمارات جيده جدا جدا في هذا القطاع. الاستثمارات الاخرى بنتكلم عن المدن التكنولوجيه او المناطق التكنولوجيه. المناطق التكنولوجيه او التكنولوجي باركس اللي احنا بنعملها في انحاء مختلفه من الجمهوريه. كان دائما هناك اتجاه لان كل الاستثمارات الخاصه بالدوله تبقى موجوده في القاهره. فكان بيحرم سكان المحافظات الاخرى من انهم يكون عندهم نفس الفرص او فرص مشابهه للموجودين في القاهره. فكان بيبقى عندنا هجره من المحافظات الى القاهره بحثا عن فرصه عمل مهمه في هذا القطاع او صحيح. في قطاعات اخرى. كمان الابداع ورياده الاعمال ليست حكرا على القاهره. الابداع ورياده الاعمال الحقيقه موزعه منتشر في جميع انحاء الجمهوريه. لحضرتك لو شفتي الادباء والفنانين والكتاب معظمهم
جاي من القرى والنجوع والصعيد. القرى والنجوع والصعيد و فاكتشاف هذه المواهب وهذه الحقيقة الإبداعات يجب أن احنا ندي للناس دي فرص، هذه الفرص تكون فرص مساوية للفرص اللي في القاهرة. عشان كده كان في المبادرة المهمة جدا، مبادرة سيادة الرئيس بتنمية أو التنمية في سنتحدث في هذه النقطة باستفاضة الاستثمارات، ولكن الاستثمارات تحديدا هذه استثمارات صحيح واستثمار العقول، يعني لا أحد يختلف عليها من خلال مصانع الإلكترونيات وخلافه صحيح، ولكن آخر المشروعات التي تم افتتاحها بالفعل وتم استغلال هذه الخطوات التنسيقية ليست فقط من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولكن أيضا الوزارات الأخرى طبعا. ولكن دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق هذه الخطوات التنفيذية. طب خليني أقول لحضرتك يعني استكمالا للجزء بتاع الاستثمارات، ان احنا عندنا مصانع، هذه المصانع مصانع الالكترونيات كلها موجوده في المحافظات المختلفه وهنتكلم عليها في يعني لاحقا ان شاء الله في نقطه اخرى. لكن لما نشوف التنسيق ما بين وزاره الاتصالات والوزارات الاخرى هو تنسيق جيد جدا جدا وقوي. النهارده يمكن احنا افتتحنا او كان في يوم مهم جدا، احنا كنا بنفتتح المركز التكنولوجي لخدمات المواطنين في حي الاسمرات. حي الأسمرات في حد ذاته هو نموذج للانتقال من البناء الغير منظم أو البناء العشوائي إلى البناء المنظم، وكمان هو نموذج لتقديم خدمات، هذه الخدمات خدمات مختلفة، خدمات على أعلى مستوى لقاطني منطقة زي منطقة الأسمرات. وهناك بقى اهتمام كبير جدا جدا من القيادة السياسية ومن الرئيس شخصيا بتقديم هذه الخدمات لكافة الجماهير على مستوى الجمهورية وبالذات في حي الأسمرات. فالنهاردة كان معانا يعني احنا بنفتتح السيد وزير العدل، ودي الحقيقة يعني اتساقا مع الوزارات وكيفية الوزارات الأخرى. النهاردة واحنا بنفتتح المركز ده، كان المركز ده فيه خدمات متعددة، خدمات بريدية، خدمات دفع إلكتروني أو الدفع، خدمات مالية غير بنكية، كلم عن الخدمات الخاصة بالأحوال المدنية كلها، كل الأحوال المدنية زي أي مكان في مكتب أحوال مدنية، كلم عن الخدمات الخاصة بالشهر العقاري، عشان كده كان معالي وزير العدل موجود معنا النهاردة، كل الشهر العقاري ممكن الناس تحصل على التوكيلات وخلافه من هذا المكان، المكان ده كمان احنا بنتكلم مع وزارة الخارجية عشان خاطر بعض التوثيق الخاص بالخارجية يبقى عن طريق هذه المكاتب. اتكلم عن المكتب ده هيبقى فيه مكان للتموين للحصول على البطاقات الخاصة بالتموين وخلافه، وهيبقى فيه كمان في أماكن محددة يمكن مكاتب للمستثمرين عشان خاطر يتقدموا بأوراقه. الحقيقة المكاتب ده الكونسبت ده أو هذا النموذج نموذج جديد، نموذج يضاف إلى نماذج مهمة جدا وهو نموذج للخدمات المجمعة في مكان واحد. صحيح. أثناء الحديث حضرتك أشرت إلى مشروع مهم أو استقبال خطوة تنفيذية على أرض الواقع، ألا وهي خدمة الجيل الرابع. هذه الخدمة دعنا لا نقف في محطة تحقيق الخطوة، الخطوة تحققت، ولكن بعد تحقيق هذه الخطوة هذا هو الأهم، هل بالفعل ستزيد هذه الخطوة في القدرة التنافسية مع خدمات الأجيال الأخرى في صالح المستهلك أو صالح المواطن من خلال هذا التطور التكنولوجي وبالفعل على أرض الواقع المصري القريب؟ طبعا هو حضرتك الخدمات المختلفة، الجيل الثاني، الجيل الثالث، الجيل الرابع، ودلوقتي يعني العالم يتحدث عن الجيل الخامس، بس هو لسه مش ماتيور يعني، لسه ما دخلش حيز التنفيذ في أي مكان. هي كل من هذه التطورات هي تطورات لخدمات جديدة، تطبيقات جديدة، وتطبيقات تخص الجيل الرابع، تطبيقات تخص نقل المعلومات. يعني الجيل الثاني والثالث الحقيقة كان بيعتمد بشكل أساسي، اللي هو الجي اس ام والجيل الثاني والثالث كان بيعتمد بشكل أساسي على خدمات الصوت. خدمات الصوت اللي هي الفويس هي الخدمات الأساسية، وخدمات نقل المعلومات هي الخدمات المكملة. حقيقة في التطور، تطور المجتمع والتطور العالمي،
خدمات الصوت ابتدت تقل شوية، تقل تدريجيا، وخدمات المعلومات والبيانات والفيديوهات وكل الحاجات دي ابتدت ايه، هي اللي تزيد. والستريمينج والميديا ابتدت هي اللي تزيد. فعشان كده كنا محتاجين ان يكون في ستريمينج او سرعات، هذه السرعات تبقى سرعات اعلى. فالجيل الرابع هيحقق ذلك، له مردودات، هذه المردودات مردودات اقتصادية. أنا تحدثت عن واحدة منهم اللي هو مثلا التلي ميديسن، إزاي نقدر أن يكون في تواصل ما بين قرية موجودة في نجع أو في نجع محدد معين، وإزاي تقدر تتمتع الناس اللي فيها تمتعوا بنفس الخدمات الصحية اللي موجودة مثلا في مدينة من المدن الكبيرة، عندهم دكتور، الدكتور ده دكتور كبير يقدر ان هو يتواصل عشان خاطر الكشف والعلاج واجراء الجراحات كمان عن طريق خدمات الجيل الرابع. صحيح. الجيل الرابع زي الخدمات دائما، خدمات الاتصالات هي لها شقين، شق اجتماعي، وهذا الشق الاجتماعي هو التواصل، لان البني ادم يعني مخلوق متواصل. صحيح. يعني وخلقناكم شعوبا وقبائل لتعارف، تعرف. فالتعارف ده والتواصل ده هو ده شيء مهم جدا في الخليقة، ده التواصل. التواصل سواء التواصل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت بكافة او الفويس خدماته. او الديتا. فالديتا بقى وابتدت الفيديو ستريمينج ده يكبر بشكل كبير، ده الجزء الاجتماعي. والجزء الاقتصادي زي ما قلت لحضرتك هناك تطبيقات كثيرة اقتصادية عليه. هناك مشروع مرتقب، وهو إنشاء مصانع للإلكترونيات لإنتاج أول موبايل مصري وتابلت كإنتاج محلي مصري. في البداية سؤال مباشر، متى سنشهد هذه الإنتاجات الخاصة بمصر من خلال هذا الموبايل وهذا التابلت؟ وأيضا كيف سيساهم بشكل أو بآخر في التسويق له عالميا؟ طب خليني اقول لحضرتك ان متى احنا كنا اعلنا، واحنا خلي بال حضرتك بقى يعني احنا مرتبطين دائما باوقات، يعني احنا يعني ما بنقولش حاجه غير بوقتها. احنا قلنا في النصف الثاني من هذا العام سوف يكون هناك اول موبايل مصري، مصري الصنع، مكتوب عليه ميد ان ايجيبت. وميد ان ايجيبت دي في جزئين، جزء خاص بالتجميع، وده مش اللي احنا هنعمله عشان خاطر بس برضه يبقى في الامور بتاعتنا واضحه. حاجه اسمها الاس كي دي والسي كي دي، احنا هنصنع في مصر اجزاء كثيره جدا من المحمول، يمكن الجزء المحلي نبدا ب 10 15% لغايه لما نوصل ل 60 و70%. المصنع اللي هو الشركه المصنعه وعدتنا بان على سبتمبر هيكون في اول محمول مصري وتابلت مصري موجود في السوق المحليه. بس احنا مش عندنا مصنع واحد، احنا كمان جذبنا اكتر من مصنع هيصنعوا التابلتس، هيصنعوا المحمول، وهيصنعوا كمان البي سيز والسيرفرز وخلافه. وقبل ما نجيبهم يصنعوا هناك اطار للعلاقه اللي ما بيننا وبينهم، بنقول لهم ايه، ما تصنعوش عشان بس السوق المحلي، لازم تصنعوا وجزء كبير 40% ل 50% يكون للتصدير خارج مصر، لان احنا في عمليه التصنيع دي الحقيقه. في هذه النقطه تحديدا من يتابعنا الان قد يتساءل، يعني يقول هل بالفعل هذه الصناعه المصريه ستكون قادره على المنافسه العالميه من خلال هذا الموبايل او التابلت؟ يعني فياريت حضرتك توضح وتطمئن طبعا هذا المواطن. الإجابة أننا يجب أن نثق في أنفسنا ويجب أن نثق في الصناعة المصرية، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، طالما الصناعة دي بتبقى صناعة على أسس وستاندرد عالمية، يعني حاجة اسمها الكواليتي أشورنس والكواليتي كنترول، أي شركات عالمية عشان خاطر تيجي تصنع جوه مصر أو في أي بلد لازم في معايير علشان خاطر تيجي تصنع. فالمعايير دي هي المعايير اللي موجودة في الدولة نفسها اللي هي عندها اللي بتعمل المصانع دي، فالمعايير هتبقى هي دي. نمرة واحد. نمرة اتنين، ان احنا هنبدأ نصدر للدول العربية والدول الافريقية، لاننا عندنا علاقات او اتفاقيات تجارية كثيرة، والى بعض دول الخاصة الدول الاوروبية اللي هي في ايسترن يوروب، الى جانب ان عندنا بارتنرز او شركاء. هؤلاء الشركاء عندهم اوبريشن او اوبريتورز، شركات محمول يعني، في دول كثيره جدا على مستوى العالم، وهم هياخدوا المنتج بتاعنا ويصدروه. نمره خمسه،
الاسعار التنافسيه، ان احنا لما هنصنع في مصر هيبقى عندنا اسعار، هذه الاسعار هتبقى اسعار تنافسيه عشان خاطر ننشر السمارت فون او التليفون الذكي والفور جي، لازم يكون عندنا التليفون ده باسعار، هذه الاسعار اسعار يمكن للمواطنين العاديين في الدول المختلفه الحصول عليها، مش كل مواطن بيقدر يحصل على تليفون بارقام صحيح. كبيره. فعشان خاطر ننشر هذا لازم يكون عندنا الاسعار اسعار تنافسيه، خلي بالك مش اسعار رخيصه ولكن اسعار تنافسيه. انا يعني باخد بالي جدا من الموضوع ده، اسعار تنافسيه. لما كمان هنبدا نصدر، احنا عندنا ميزه نوعيه النهارده، عندنا تحدي كبير اللي هو الفرق ما بين الدولار والجنيه، لكن دي بالنسبة لنا احنا ميزة، لان احنا لما نيجي نصدر هيبقى عندنا اسعارنا تنافسية اكتر، لان اسعارنا هتبقى بالدولار الامريكي او باي عملة تانية تبقى اسعار تنافسية. هذه هي النقطة، يعني قد يتساءل من يتابعنا ويقول ما الذي سيجذب المواطن الاجنبي في شراء هذا المنتج المصري عن أي منتج آخر منافس في سوق الشراء؟ هل هناك مميزات ستكون أو ستميز هذا المنتج المصري؟ هنلاقي أن المنتج المصري ده على نفس الكواليتي أو على نفس الكفاءة والجودة لأي منتج تاني موجود، جاي من الصين، جاي من الهند، جاي من ماليزيا، جاي من أوروبا، جاي من أي مكان، هنلاقيه على نفس هذا المستوى. والأسعار تنافسية. ليه بقى؟ ليه الأسعار تنافسية؟ لأن إحنا عندنا القوى العاملة أو العاملين عندنا بعد الفلكتويشن أو بعد تحرير سعر الصرف بقى عندنا ميزة تنافسية في العمالة. عندنا العمالة كمان عمالة مدربة بشكل كبير جدا جدا، والباكجز بتاعتهم منافسة للباكجز اللي بره. عندنا كمان لما نيجي نصدر احنا التكلفة بتاعتنا تبقى معظمها بالجنيه المصري مع جزء بالدولار للكومبوننتس اللي جاية من بره. لما نيجي نصدر لبره هنلاقي ان الجزء المصري ده هيساوي اقل بالدولار، فالسعر بتاعنا هيبقى سعر تنافسي صحيح لو قارناه باسعار اخرى. فهناك ميزات تنافسية. حاجة المهمة بقى ان احنا نعمل ايه؟ ان البرودكت او المنتج المصري ده يثبت وجوده في هذه الاماكن، يعني يبقى الكواليتي بتاعته عالية، ويبقى عندنا كمان مراكز للصيانة وللمتابعة علشان خاطر نضمن ان المنتج المصري ده يقدر يحافظ على هذا الاسم. سيتم اجراء هذه الخطوات؟ طبعا احنا عاملين الحقيقة الاستراتيجية متكاملة من مش بس تصنيع، احنا بنتكلم عن تصنيع، بنتكلم عن حوافز عن تسويق. للتصنيع بنتكلم عن تسويق، بنتكلم عن مراكز للصيانة كمان. بالحديث عن المراكز، هناك خطوة لتحويل مراكز البريد إلى مراكز خدمية متكاملة. هذه الخطوة يعني آخر التفاصيل المتعلقة بها. طب خليني أقول لحضرتك إن الاتجاه الدولي والاستراتيجية بتاعتنا إن احنا نحول مكاتب البريد من بس مكتب كان بيقدم الخدمات البريدية الاعتيادية إلى ما يسمى في العالم بالفاينانشال انكلوجن، خاصة ان النظرة الى المراكز، النظرة الى هذه المراكز هي نظرة بيروقراطية روتينية بعض الشيء. كيف تتحول هذه النظرة للمواطن؟ حضرتك النهارده لما تروحي المكاتب اللي تم تحديثها في البريد هتلاقي ان مكتب البريد دلوقتي يعني يضاهي اي بنك دولي موجود جوه مصر. انا يعني وانا الحقيقة بدعوكي ان حضرتك يعني تتفقدي واحد من هذه المكاتب المحدثة اللي احنا هنحدث كل المكاتب، يعني 3800 مكتب بريد على مستوى الجمهورية هنحدثهم كلهم على أعلى مستوى، لأن احنا بنغير شكل المنظومة من بس تقديم خدمات بريدية اعتيادية اللي هي البيروقراطية اللي حضرتك قلتي عليها إلى خدمات متكاملة، حاجة اسمها الشمول المالي اللي هو يسموها الفاينانشال انكلوجن. كل الخدمات المالية الغير بنكية هتقدم من البريد، يعني زي ما مكاتب خدمة المواطن هتقدم الأحوال المدنية، مكاتب البريد هتقدم الأحوال المدنية، خدمات الأحوال المدنية، الخدمات الخاصة بالدفع، سواء دفع الكهرباء أو المياه أو الغاز أو دفع النوادي، لو حضرتك نادي، لو حد عنده ولد في الجامعة وهو مثلا قاعد في قرية أو في محافظة أخرى والجامعة في محافظة، يقدر أن هو يدفع عن طريق البريد
الحواله بتاعته توصل للجامعه في نفس اليوم. هي عندنا مجموعه من الخدمات اللي خلت ايه بقى؟ اللي خلت البريد من مكان بيروقراطي ما بيكسبش او بيكسب قليل، الى ان السنه اللي فاتت يكون التيرن اوفر او الـ مش تيرن اوفر، الارباح بتاعت البريد كانت 700 مليون جنيه. السنه دي بنتوقع انها هتزيد عن المليار ونص جنيه. يعني احنا ما بنقدمش بس الخدمات دي تقديم خدمات اكتر، ولكنها لها عوائد اقتصاديه الحقيقه اكتر بكتير. النقطه الاخيره والاهم في هذا الحوار والتي يعول عليها الكثير من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتم الإشارة بها في سياق الحديث على استحياء، ولكن نريد أن نستفيد ولو قليلا بالحوار عن هذه الخطوة، ألا وهي جذب الاستثمارات في عقول الشباب، استثمار العقول. وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ماذا قدمت للشباب المصري في الفترة الأخيرة؟ خليني أقول لحضرتك إن الاستثمار في العقول والتدريب والتركيز على العقول هو من أوائل أولويات وزارة الاتصالات. وهناك مبادرة مهمة جدا، هي مبادرة من السيد رئيس الجمهورية بالتركيز على تنمية المهارات الخاصة بالشباب، وإن احنا نقدر ندرب 16 ألف شاب خلال السنتين اللي جايين. 16 ألف شاب هندربهم على إيه؟ هندربهم وخلاص؟ لا، احنا هندربهم وياخدوا شهادات. هذه الشهادات شهادات عالمية من شركات ومؤسسات عالمية معترف بيهم في الحقيقة في بعض السيكتورز او في بعض الفيرتيكلز المحددة، زي الارتفيشال انتليجنس مثلا، ودي حاجة مهمة جدا، زي السوفت وير والسوفت وير ابليكيشنز او التطبيقات الخاصة بالسوفت وير. لو احنا بنتكلم عن انا اتكلمت عن الارتفيشال انتليجنس، لو احنا بنتكلم عن الاوجمنتد رياليتي اللي هم الناس اللي بيلبسوا النظارات ده ويشوف حاجات، دي ليها مردودات كبيره جدا اجتماعيه. وبنتكلم عن الكونتنت شكله عامل ازاي، هي اكتر من فيرتيكال بنركز عليه عشان خاطر تنميه الشباب. بنتكلم في 16000. احنا لما كنا بندرب 1000 كنا بنقول ده احنا عملنا حاجه كبيره قوي. التدريب لوحده مهم، لكن التدريب من اجل ايجاد فرص عمل ويبقى عنده سيرتيفيكيشنز او شهادات، هذا هو المهم. وان احنا بندرب في اطار خطه قوميه بنشوف منها الاحتياجات الخاصه بالدوله والاحتياجات الخاصه حتى بالدول القريبه مننا، لان احنا عايزين نفتح ابواق عمل او ابواب عمل او ابواب للفرص سواء في مصر او خارج مصر باستخدام العقول والشباب المصري. بلغة الأرقام، هل تم توفير فرص عمل محددة للشباب المصري في الفترة الأخيرة من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؟ خليني بقى أقول لحضرتك دي حاجة مهمة جدا. احنا كل السيستمز أو الأنظمة اللي احنا بنعملها الخاصة بالتدريب هو تدريب من أجل التشغيل. عشان كده احنا عندنا بنك معلومات أو ما يسموه بالداتا بيس بتاعت كل واحد اتدرب معانا، اتدرب معانا لمدة قد إيه، راح فين، عنوانه ايه، راح فين، الشركات اللي اشتغل فيها ايه، الشركات العالميه اللي اشتغل فيها، مين اللي ما اشتغلش، مين اللي راح اشتغل بره. عندنا هذا البنك من المعلومات، ودائما على تواصل بيهم، سواء زملائنا طبعا في الاماكن المتخصصه على تواصل بيهم علشان خاطر نضمن استمراريه هؤلاء الشباب، وهناك حوار دائم او تواصل دائم بيننا وبينهم. ليه؟ لان كل واحد موجود في مكان فهو عباره عن سفير للي احنا بنعمله، عشان خاطر لما نطلع ناس ياخد ناس وزملائه في هذا المكان او في مكان اخر. الشاب الذي يتابعنا الان كيف يصل لهذه الفرص الممنوحه من قبل وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؟ احنا وزاره زي ما حضرتك وزاره شابه ووزاره بتشتغل الكتروني، فاحنا عندنا الويب سايتس بتاعتنا اللي هي بتاعت www.moict.gov.eg. حضراتكم هم يخشوا عليها، اول ما يخشوا عليها يشوفوا البرامج بتاعتنا، شوف اكتر من برنامج بيتقدموا الازرع بتاعتنا سواء معهد الاي تي اي او الهيئه تنميه صناعه تكنولوجيا المعلومات ايتيدا، وهتخش على البرامج الخاصه بال
المبادرات الرئاسية اللي أنا اتكلمت نعم. فيها عن مبادرة الإلكترونيات ومبادرة التدريب من أجل التشغيل، يخش عليهم يقدر يقدم، وإحنا بنرحب بكل المتقدمين على الويب سايت ده. معالي الوزير ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنا بشكرك لساعة صدرك لها في هذا الحوار، وتحياتي لحضرتك وتحيات فريق العمل في حضرتك في الإجابات على هذه الخطوات التنفيذية التي كنا نود أن نعرف ما آخر ما توصلت له وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أرض الواقع. بشكرك. أشكر حضرتك وطبعا برحب بحضراتكم كلكم وفريق العمل.